ايه ده؟ هو منزل نغمات للجرس؟ استنى اضرب انا. تضربه بس يا ماما، هو هنلعب؟ يا جماعه اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت، البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم يطلع عين اللي جابوه هناك. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لك ايه؟ تعالوا نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك. لا ايه ده، ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه، دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غزي يا غزي، بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. هعترف هعترف هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك. قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه، ما معروفه دي. ماما ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حكايه الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه متعه. احكي. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعه، في يوم قمري جميل كده الشمس كانت متعامده على وش رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. ايوه والله العظيم كده. هو فجأة رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل. هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي. فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب بيه، خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى الداري. حصل ايه؟ جلفدان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى، ودكاتره وحاجات كده هم دي لحقوها. هوب هم بيشيلوها كده، الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينه، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. راحوا شايلينه فاتحين اوضه حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما عظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسيل. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قال لك قبل كده يا أبو الدهب بيه، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فوق وخلي. يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله طب ما أنت عرفت الأوضة المسحورة فين؟ ما تروح أنت. فين حتة الأوضة المسحورة؟ الله ما أنت عارف هي فيلا أبو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغاية ما أخد الفلوس. لا أنا مش رايح. مش رايح؟ أيوه. شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة. ايوه ناخد المجلة ازاي يعني؟ نخش عن نضربهم وناخد المجلة؟ خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده علي انا، تعالوا ورايا بسرعة. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه،
اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخم. لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره. انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا معلش خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل ما اقتل حد يا هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن يلا. يلا قدامي. حاضر بس واحده واحده عليا رجلها بتوجعني. لا خليك قدامي. انا مش فاهم بس انتوا واخديني معاكم ليه؟ ها؟ انا هعمل معاكم ايه؟ ولا انت البيت؟ الحق الحق ايه اللي انت عملتيه ده؟ مش انت قلت اي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري صار عم بنداري. خير الله خير الله خير الله. مين؟ انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله ما فيش حد اسمه خير الله عموما. حاول حاول العيش بالقدم العيش بالقدم. ايه ده صاحي انت لسه صاحي يا ضاحي؟ اه لسه صاحي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم توتو النبوت. اه مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل اللي فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفو عليك. ها يا سيف فهمت حاجة؟ ولا أي حاجة. طب هي القصة بتقول إيه؟ القصة بتقول إن دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي. أم ميكي قفشه وحبسه في الأوضة السحرية وقال له هتفق معك اتفاق لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الأوضة السحرية ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني ايه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمة. ميكي كسب دونجل وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدرة. يا سلام ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض انت وهو عم بندق. نعم. فهمت حاجة من القصة دي؟ والله العظيم ثلاثة ما انا فاهم اي حاجة. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه لعبه الشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني وكان يختار الجيش الابيض. يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود. اه والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا تعالوا يلا اتفضلوا يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكوا ايه بس؟ اسلمكوا ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكوا كان هنا. اه تقعد تقول لي بقى كان هنا كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثة بيت جدكوا كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم اسم. ايوه قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحة مش بيت جدكو ده كان بيت جد جدكو. وبعد كده كان فيه وقف. الحكومة بقى رفعت قضية كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة يطلع لمؤاخذة اسم. لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا. شوفي سخرية القدر. طب معلش يا عم بندق الأوضة السحرية اللي موجودة في المجلة أنهي أوضة؟ ايوه اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بين السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسر لكم بقى الموضوع ده. يقعد تتحبس يا. السلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه. انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه. خد انت عايز انت تشرب سيجاره مثلا خد اتفضل. ايه خير ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجه. يعني حاجه ايه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى فيه اوضه. الاوضه دي بتاعت ايه؟ وبتسال ليه؟
لا اصل انا كنت بدور على حاجه ايجار جديد وهنا الاسم جنب الشغل فهيبقى مصلحه. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجاره تانيه ايه؟ لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عمي بنهزر معاك، خد سيجاره ثالثه ايه؟ طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، دي كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين والتستر على مجرم كده. اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندو؟ مش قلت لك اول ما راجل الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اختشوا. انا بيات عندي؟ لا انا قلت لا. اذا عوزتوا اي حاجه بقى ابقى كلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق. خلاص؟ مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه ثانيه، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نغرف في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا انا، عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. غلطه اللي بتتكلم بيها دي، شوف شوف شبك يا. مردش ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني يا ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته؟ انا جوه تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود إيه الحجز؟ حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا. هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين يالا؟ على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب، مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. تصدق قال الله انها فكره. فكرتي. بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي. حرام جريني جريني. حرامي. حرامي. ما تقفش معايا. حرامي. حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا 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 ده بيهرج. 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 تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني. جريني. خد اسحبه. ابو ده بيلعب على كل شيء. استنى استنى. فين السندوتشات؟ اهي. اسحبوا يا شريف. اسحبوا ايه؟ لا بلاش الحجز ابو دهبي. ابو دهبي ما تسيبنيش يا ابو دهبي. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي. المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي، مش عارف انط عالي قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا، جسمي كله متخشف. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني بس بس، في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده؟ بدل ما تشكروه، هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل، ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز، انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. ها يا جماعه قولوا لي بقى، تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حته قريبه بليز، عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادره اجري. على مهلك على مهلك.
مرحب مرحب بالعيد. على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي هتقوم تاكلنا؟ قذر المكان ده يا سيف انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده؟ ايوه كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفة حلوة كده. النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان النتفة ده بس من فصيلة الثدييات. فهمت. ايوه اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالتلات ايام نقعد البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركة دهيت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه رأيك في المكان؟ تحب ايه نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شوية؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العادية. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعة هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا يدخلونا الحجز ندور براحتنا. شيريهان حبيبتي ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه. انت حمار ياض عشان نجيب الفلوس نتحبس. طب انا عندي فكره، احنا نخش القسم نطلع بطايق. شيريهان حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض نتصاحب مش هينفع اهزقه. انت حلوف ياض. طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل القسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم. انت حماره يا شريهان ستوبد. هم هيلبسوا ضباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات يا ريت او طن ممرضات. ما تلم نفسك ياض، انت مالك موبيا كده ليه؟ ممرضات. طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش القسم على اساس ان هو ظابط يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه القسم. لا ام سوري هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف حلو. ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي، انا ابعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايوه بس حرام عليكم يعني ده موبايلي، طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرشر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا. مالك يا ابني اديك بتراش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقولوا ان هي مفاجاه. يعني ايه مفاجاه يا ابني احنا في مدرسه؟ بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسوش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. روح عند اهلهم ماشي؟ حالي. بس اخرهم 10 دقايق ناكل لقمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهاب مصر كتير،
أنا عشت مع أنا في اسكندرية، كانت تبيع بقلافة على الإمة، وكانت عايشة مع جده الخواجة كرياكوس. أنت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا إيه حكايتك؟ أنا ما حدش يتوقعني. دي بقى أنسة بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. أهلا أهلا. ده بقى مسيو أليخاندرو كوليسلو، المصور الأسباني وبيتكلم أسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre la sol del mar el caminar del sol وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع انا ما هاجش توكان. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت والله، بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه، كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين استقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش فرجس بوس بوري يا بودو غفرتنا ربوتي زي هاف فيكيشن. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مأمور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا نيامانتي نويفو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا فيسكي. عينيا حاضر فندم عينيا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. عينيا عينيا. اجورتسي بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو انا تلميذات. عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. اتفضل يا اساتذه. خليك مامور انت مامور. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. ايديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه. خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب اللي ما بدل الخوطه دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش ايه اسمه؟ كش ملك. Whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك هذا المربع او كعك في الخطيئه وجعلني افوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طابيه، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس استاذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل ياكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني، لو خدت خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل وياكت؟ ياكت ايه؟ مش بياكت. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. الله، بنقول العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. لا 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 لا. حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. انا؟ ايوه حضرتك. حضرتك في فريق ايه؟ الابيض. ودورك ايه؟ انا العسكري الابيض. واللي وراكي دي ايه؟ حصان ابيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطتين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبية. حاضر أوف. حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين.
لا اله الا الله يا جماعه، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الاسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلطتين، ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا اختي انت وهي، مستحملاكم بس عشان الست صباح، انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل اسفه. وانت يا اختي اطلعي كده. اوكي، تالت حاجه الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هما ايه ده يا جماعه ده. اشرحي لهم انت. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجه الفيل الاسود يقتل العسكري الابيض. لا تعملي ايه؟ استني يا ولادي بتعملي ايه؟ ما انت قلت لي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجه بسرعه اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابيه البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحه حته. لا خلاص يا صباح، اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انت الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسافر صباح يا جماعه. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ قعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شيري هنا، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطه دي تحتيها حاجه. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجه عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجه اكسر بيها البلاطه دي؟ يا مو سماح اموري يا حبيبتي، معاكي حاجه يا اختي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورث ايه بقى؟ اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. انت طلباتك كتيره بقى، ما بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه ياكي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد، اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا يا نيلي اكيد بتدوس. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي خلاص يا شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا كنتو يا خيلي. لا لا يا كنتو يا خيلي. لا ثانك جاد ان في ميه. هاي شيرين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف
مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهواء يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي، عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن، هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان، انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالتي ام سامح، والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ هشوف لك. يا رب يخليك. الهديه دي ما بحبهاش. خد هذا الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي يا حبيبتي، شكرا. أم سامح يا أختي، ما تشوفي كده جاتلي جوابات؟ لا يا أختي ما فيش جوابات، بص هتيجي بعد ساعة. عايزين حاجة يا بنات؟ خالتي شوفي عند أم سامح كده في مانجا؟ عندك مانجا يا أم سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحة ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا ام سماح. مش معقول ام سماح، انت بتفكريني بواحده كانت بتطلع في الافلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب ام سماح انا هطلب منك طلب صعب جدا، عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي. خدي استني اشربي يا اختي بقول انا بالشيفه. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي شوف اخرتها. خد يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه، خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه؟ عينيا يا اختي. يلا على اذنك يا اختي. كل حته. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا عندهم، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة بس. أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة. هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة، إحنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية، بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا وإحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو فيه إنذار، مين اللي قال لك إن هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه، هو مش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول.
بص اتعملت في افلام كتير بس حلو. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقود. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارنا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع المواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي؟ يا سيدي ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتدبع. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضاحي، بس يا ضاحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضاحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلونيا بعديها على طول. عشان اللي انت عايز. سيف صادق ادي حق اهو افندم. هاني شاكر محمد فؤاد. انت اوبر تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم ضاحي محمد منير ورق. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حضرتك؟ بص منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طه هو اهو. 120 سنة. ايه 20 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع السجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور؟ لا لسه يا حبيبي، في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغرف داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الدهب بيه، ابو الدهب بيه، ربنا يكرمك ابو الدهب بيه. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. اظن ان انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. اتفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه؟ بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا وما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي وردتكم في كل ده، اسفه ليكم كلكم. اسفه ده يا عسل؟ انا كاعه دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح انا ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي اسفه على ايه، ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميني في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زماري غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده؟ انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب بيه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتي. واعرفك ازاي انا ضحي؟ عرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب بيه، انا الحشرات الزاحفه بتاكل في عمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتج. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكم هناك. يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كده وسجق من على بركة الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكرة أنا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ أيوة. ابن النصابة حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما ميمي. يبقى كده
571 جنيه 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيله، انت حالتك حاجه يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت. انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس، ما المجله مع عم دهب. لا، عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا ايه؟ مش فاهم منك حاجه. انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب، قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله. وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه، كانك قاعد في كارفور بالظبط. لان قلت لها عايزه فانيلا لاتيه، عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحناها هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ واحنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، we're almost done. وبعدين بقولك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعة. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعة، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكلة بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه فيه اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجلة، مش العدد الاخير عامة. طب ازاي يا جماعة الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوباية شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسألك شوية اسئلة كلها حب في حب ومباشرة، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشرة من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. يا سلام، ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكيها لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكاية جميلة جدا جدا، حكاية طويلة قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويلة؟ ما فيش حكاية قصيرة تقولها لنا ونخلص؟ خلاص. الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا، هو عنده حق بصراحة. طيب العدد ده موجود في المطبعة؟ ايوة طبعا موجود في المطبعة. وحضرتك تعرف المطبعة دي فين اصلا؟ ايوة طبعا عارف المطبعة فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانية واحدة يا جماعة. عم بندق، انت متأكد انك تعرف مكان المطبعة فين اكيد؟ ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجة تانية؟ ابراج نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم، شوقي مش شوقي ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه، اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب، وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ الله، مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط، جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكم؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ ما انتوا ما سألتوش عن المسودة على طول؟ انتوا سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة؟
دورت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟ شفت؟ هربت بنتك وقت يا عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص واحنا لاقيين الفلوس. يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده، ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذه باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف، انت متضايق من حاجه؟ طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط، ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده. اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها، العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجة، تسمع مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك. بجد فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. انا اللي مبسوط ان انا عرفتك، وبعدين ما عملتش حاجه. ده انت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي احنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن شغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن ايه يا حبيبي، انت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك مش هنشغل حاجه اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. تتفتحتي وتزرقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني، انا متوتر مش هعرف اسوق، اعمل بيك حاسه اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحده ليكي وواحده ليا. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبوز كريم كده وانا بحب البالشوكلت. طب ما هي بتبوز الشوكلت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما تكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين وايه اللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه.
موضوع شخصية يا باشا، احنا يعني بنكسر مسافة الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد فضل بقى. سوري لمؤاخذة. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان، انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون، راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي، اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله. جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جرايه يا هاني، هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفة منين؟ أنا أول مرة أشوف. أمال شايفاك العشم واطلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له أكن أعرفه من زمان. وبعدين أنت قلقانة من إيه؟ هنشوفه فين ده تاني أصلاً؟ ولا باشا والله يا قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجلة حصل إيه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما أنا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصية، خليك في حالك. يا باشا يعني أدينا بنكسر المسافة. الله والله أنت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد ولا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش. تسلم ايدك، تسلم ايدك. بس لا ما يطحش عندك، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من اول زران. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك، تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعة شوية. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخل الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف متعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش، اصلي ما اعرفش تقريبا في حاجة في شخصيتي بتخليني اتعصب فجأة وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبة. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلام من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول. داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ لا ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت وريني هتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذه، ما تخلينيش استخدم معاك العنف. طب يعني انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقف في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش سوري، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع. انا مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا فندم عارف لو لبست. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت، دي حاجه بس لربنا. لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابسه. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي يعني؟ ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لي ماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اهو شفتي، الكنز كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده. هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس. معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني. معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب انتوا وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟
عم دهب مثلا. ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جده ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. اه طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه، يعني مثلا الجده بطه، مخترع عظيم زي عبقريني. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم، مش انتوا سوسو لولو؟ لا عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. Are you joking guys؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى اسمعوني، انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا، بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه، بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين ولاد ناس انا هسيبكم تروحوا، بس يعني نصيحه روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت. ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه، اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني، قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه، فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. خصوصاً إن في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفة طبعاً، عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزة تدخل الحمام بتاعي اتفضلي، أنا ما عنديش مانع، بس يعني أنا ما انصحكيش. ليه؟ لأن أنا لسه خارج من الحمام، وبصراحة أنا يعني فطران عجة وشكشوكة. طب إيه المشكلة؟ لا مشكلة، عجة دي يعني بيجيب عجينة طعمية بجنيه ولا بنص جنيه، ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسة زيتها قديم كده اسود. الشكشوكة بقى بيض بصلصة. ايوه خلاص خلاص، وبصل وفلفل. خلاص خلاص نمشي احسن، نمشي. لا 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 استنى استنى، هو يقدر يمشي، انت هتستني معنا شوية. ليه؟ لان انت معكيش بطاقة ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني، ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجيلك اكني لسه جاي اضمنها عادي، مفيش حاجة. بقول لكم ايه، انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا 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 مش قادره، اي ونت بي، مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيت لك وضمنتك وخرجتك، ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش، كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا، قالت لي عد عليا قبل ما شاري تصحى بدري وتلاقي الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفه عليك اهو، بطلي ظن بقى. انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا دي رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخانق لوحدك، دي مشكلتك، انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ في بس غاليه شويه. ادفع 150 جنيه هديك 500. لا 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 انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون. لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي، حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنت أنتي، وأنا همشي ببكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش، المره الجايه يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه، المره الجايه. طب شك شك مرزوقه تعالي جنبي، شك شك مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا، خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ والله ماشي. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟
بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص، انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء، انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه، هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. تجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكله انك تكلميه؟ المشكله انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع انه هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه، هيا هاني، ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها اصفر يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتين. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه. سيف. يصح. ايه ده يا ابو الرجال؟ وانا ينفع امتنع عن الاجابه طيب؟ هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي، بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه، اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذ نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه، شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني، فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي. افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو، وهتجيب عربيه، وهتعمل البوم زي اصحابك الاهلاويه الدخلويه. ايوه الدخلويه. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه السقف اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن، من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق. Whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى. وافق بقى. وافق وافق والنبي. والحلو والنبي. تبسم للنبي. للنبي تبسم. خلاص يا جماعة اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه، بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما مسيفة عندي. مسيفة بقمرة ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحة القديمة اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز، ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان ايه؟ قالك ايه؟ قالك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي، عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني، مش فارق لي قوي. بقولك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامة. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفة كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانية واحدة، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوة هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبة. Whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه. وبعدين ما تقلقيش، انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هدية كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي. بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة، اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقولك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز.
اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرومباء ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي؟ الشمس كلت وشي، انا بعمل تانس، حد يستعجلهن؟ ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، وحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة هلا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تساليش على الزوز ولا حتى تسالي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج اطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. امال طفله؟ مالك يا دفش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة تاخر يالا. اتفضل احمد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة بس، دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. اشتبه ايه يا ابني، دي قنبله. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. يالا اجري. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتنا وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عامله في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانه رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه، دي الخنازير البريه. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البريه. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفه شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ ضربالنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشيه يجروا الشعبطه يجروا الشعبطه. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش في بالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامه يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعه الجمله دي مش راكبه معايا، مفيش حاجه اسمها الست فتحي. ايوه صح، ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايده. طب والنبي وانت جايده هاتي لي معاكي ولع. ممكن تديني شفته؟ اتفضل. سيف. ايه؟ اكيد اسم جايده عليكي اغرب بكتير بالنسبه لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعه ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟
ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقول لك يا ست فتحي، نعم، اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جات لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاك يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده اتاسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف. يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشيه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنيكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي، هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى، وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكيميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا، ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التمن. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة، هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور، انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري. احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك، مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طلع من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاك متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله، احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي. يعني المهم، يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجولي في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ ما خايفه من المكان. هي فين بقى الست الهانم؟ معلش، معلمه من حته كده اتفاجئت. لا انا متخض. ايه ده؟ سلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معاكم وماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي، انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي، بتمشي في الشارع عادي؟ عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسه، مفقوسه جدا. دي مش اول مره تسرق، هي عارفه كويس هي بتعمل ايه. قولي له والنبي، قولي له عشان بس ما فيش وقت والنبي للرغ ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. ايوه يلا يا جماعه نسرق، ام سو اكسايتد، يلا بينا. يلا على المركب. يلا مركب ايه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. اوكي، يبقى في حاجه ثانيه. نزلني. تعال يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. تبين لي تقع على وشك. شكرا، الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده، في واحد في المركب؟ ايه ده، اشمعنى دي عارفاه؟ استنى، في واحد في المركب؟ بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني، هي عندها تيم بتسرق بيه. Thank you.
تخافيش يا امور. خش. ايوه. بس احنا كده وصلنا المقر، نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخشوا المتحف، تشدوا سكنه الكهرباء، تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخشوا عند العقد، تجيبوا العقد والجول. بس وانتي بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايه ابله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في يا عم عزه العلايلي، هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده، انتوا شكلكم ولاد حلال، وانا حبيتكم يعني زي اخواتي، واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا، خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترام انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقولك يا فنانة، هتقعدي تقوليلنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما يكونش معانا، انتي قبضة فلوس وانتي اللي هتخشي تسألي عقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع السيد عضة. سيد عضمة whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شوية صباح صباح، الشغلانة المنيلة اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وست نجيب العقد، وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه. يلا بقى، انا مش عارف ازاي اطوعكوا واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير، خد الشفاه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش، هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعال اسنده الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. اي جاس حاجه عيب. هو يا فتحي انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شمنتي البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. طب والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا للغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكنه الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلم. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. يا رب ما تكهربش والنبي.
الشحن صحيح. ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده. اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس، وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه، اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف، هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص، انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هات تعالى في ايدك ده، خدي. يا لا يا العيال اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا، يلا يلا. لا لا يا نيلي، مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر، اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. امسك نفسك، امسك نفسك. طبعا تحرق عليها، انا مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني، انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق اهل. انا المشاعر دي بتاثر فيا قوي، بس مفيش وقت. يلا نطوا، يلا يا اخويا عدي، ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا، اسند عليا. هنعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي، ايه ده؟ دي طلعت غاويه قوي. امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بتاع؟ لا بقول لك ايه، شجع كده ونطي قفزه الثقه. يلا. يا لهوي، حرام الميه واسعه قوي عليهم. تعالوا تعالوا. مش عارف سمعت كلام فيني انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعة أنا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم في فصيلة دم نادرة، أنا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجة بسيطة يعني، مش هتموت ولا حاجة، بس من فضلك ما تقربش مني عشان أنا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم إيه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي إزاي؟ وأنا حاسس إن الرصاصة نتزل في كتفي. بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني إيه؟ مش عارفة يا أختي يعني إيه فوش؟ يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات ذا فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانيه. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح للمستشفى يقولوا لي مالك في كتفك فيه ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب؟ انا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار، عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدى. معلش. انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور
فين؟ Thank you.